المجلس العسكري بهون، التحقنا من تاريخ 19 سبتمبر من بعد تحرير مدينة هون، وذلك للمحافظة على محتويات المكان وسلامته. وأعدينا النموذج هذا لحصر، هو عبارة عن استبيان طبعا للموظفين التابعين للموظفين المدنيين التابعين للشعب للقوات المسلحة سابقا. الاستبيان هو عبارة عن يضم الرقم المالي اللي هو يحمل الموظف والاسم الرباعي، كذلك اسم الأم وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد وفصيلة الدم ورقم جواز السفر أو كتيب العائلة ومكان السكن ورقم الهاتف وأقرب الأقارب وأقرب نقطة دالة والوحدة السابقة، بحيث يتمكن من صرف المرتبات للموظفين التابعين للقوات المسلحة السابقة.